بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده واحد من الناس. عايز افكركم البرنامج بيقدم جميع انواع الخدمات الخاصه بالعلاج في شتى انواع الامراض، خصوصا امراض العيون وامراض القلب. احنا عاملين اكبر حمله لاجراء عمليات القلب للاطفال والكبار بالاشتراك مع جمعيه الاورمان. كمان البرنامج بيقدم هذا العام 5000 جهاز عروسه، لكل عروسة عايزة تتجهز تبعت للبرنامج سواء عن طريق التليفون أو عن طريق البريد أو على صفحة البرنامج. كمان البرنامج بيساهم في الإفراج عن جميع الغارمين والغارمات بالسكون. كمان البرنامج بيشارك في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. جميع أنواع الخدمات بنقدمها لكم في برنامج اللي هو يعد أكبر بوابة خير إن شاء الله في الإعلام المصري. أعظم وأغلى وأهم قيمة في حياة الإنسان هي أخلاقه، الأخلاق اللي بتحدد أفكاره وبتخطط أفعاله وبتأكد التزامه وبتعبر عن مساحة الرقي اللي جواه. الأخلاق هي مجموعة القيم والعادات والتقاليد الأصيلة اللي تربينا عليها واللي بتخلي الإنسان في حالة توافق مع نفسه مع مجتمعه. كل الأديان نزلت علشان تنظم الأخلاق. الأخلاق تقدر تعيد صياغة مشاعر وأحاسيس وأفكار أجيال وأجيال. الأخلاق بتخلينا أغنياء بالفرح اللي بيسكن قلوبنا، بالذوق اللي بنزرعه في سلوكنا، بالجمال اللي بنشوفه في كل معنى وقيمة حلوة. الأخلاق ضد القبح، ضد الهدم، ضد الكراهية، ضد التنمر، ضد السلبية. الأخلاق سلاح نحمي به نفسنا ومجتمعنا وكل اللي حوالينا. وأكبر استثمار يتركه الأب والأم لولادهم مش الفلوس ولا القوة ولا المركز، لكن الأخلاق. أن يكون الإب والابنة مواطنين صالحين في المجتمع، لا يخرجون عن حدوده ولا يعتدون على قيمه وعاداته، لا يسيئون لرموزه. عاوز أقول لكم أن أي مجتمع بلا أخلاق مصيره الانقراض. الأخلاق هي اللي بتخليه يعيش، بتخليه يستمر، بتخليه مجتمع كده دي مستقبل ينتظره، ليه تقدم عايز يحققه، ليه نهضة عاوز يعيشها. وأول بند في قاموس الأخلاق اسمه القدوة. إزاي يكون عندك مثل أعلى تقلده في التزامه وتتبع خطواته في تعاملاته مع الناس، وتشوف إزاي بيفكر وبيصنع من شخصيته نموذج إنساني يستحق التقدير والاحترام. وأهم قدوة في حياتنا هي الأب والأم، هم أساس كل شيء. الإنسان بلا قدوة فاقد أشياء كثيرة، منها الحافز للنجاح والإرادة من أجل الاستمرار والرغبة في تحقيق ذاته، ومرة تانية وتالتة وعشرة. بالأخلاق نرتقي، بالأخلاق نسمو ونصنع سيمفونية جمال في حياتنا وحياة كل اللي حوالينا. فاكرين حالة عم محمد شعبان والد الفنانة بوسي واللي كان محتاج عمليتين في العين وظروفه على قد حاله؟ قام برنامج واحد من الناس الحمد لله بالتعاون مع الأستاذ الدكتور عادل عبد الرازق أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة الزقازيق، وتم عمل العملية الأولى في العين اليمنى، ودي كانت المرحلة الأولى وعرضناها الأسبوع اللي فات. النهاردة الحمد لله تم إجراء العملية الثانية، قام بيها الدكتور عادل في العين اليسرى، دي كانت المرحلة الثانية والأخيرة. وبكده برنامج واحد من الناس وفى بوعده مع الحاج محمد وعمل له العمليتين اللي هو كان نفسه يعملهم عشان يقدر يرجع يشوف تاني بعينيه ويمارس حياته بشكل طبيعي. عاوز أكد للمرة الثانية، حالة الحاج محمد بالنسبة لي وبالنسبة لبرنامج واحد من الناس
مش حالة والد فنانة مشهورة اسمها بوسي، لا دي حالة واحد مواطن عاوز يتعالج، طلب ان احنا نساعده واحنا ساعدناه. انا بأكد على هذا المعنى. اما العلاقة بين الاب وبنته فلها شأن اخر عندهم مش عندنا. نشوف التقرير ونطمن على حالة الحاج محمد. دكتور عبد الرازق قال لي انت عينيك الاثنين مش عين واحده، انت هتعمل عمليتين في عينيك الاثنين، وان شاء الله انا هعمل العمليه الثانيه النهارده. وطبعا البركه في البرنامج بتاع واحد من الناس وصلني ان انا عملت العمليه في عيني دي اليمين، وان شاء الله هيعمل لي العمليه في عيني الشمال. عملت العملية الثانية والحمد لله والبركة في الدكتور عبد الرازق علي عبد الرازق إن هو عمل العملية الثانية عشان أشوف الدنيا. وإذا أنا كان حلمي إن أنا أشوف بعين واحدة، دلوقتي أنا هشوف إن شاء الله بعيني الاثنين، وربنا سهلها بقى ممكن أرجع للشغل. الحمد لله كويس والبركة في الناس اللي وقفوا جنب مني. الحمد لله لسه مخلصين عملية عم محمد العين اليسرى، والحمد لله الأمور ماشية زي الفل وكويسة جدا وكده. الحمد لله احنا وفينا احنا وبرنامج واحد من الناس مع محمد زي ما احنا وعدناه. الأسبوع اللي فات عملنا العين اليمين، وكان لازم نعمل العين الشمال، وبرضه هنتابع معاه بعد كده المتابعة بعد العملية وهنجيب له العلاج اللازم. وبعد أسبوعين إن شاء الله لو احتاج يعمل نظارة برضه هنعمل له مقاس النظارة اللازمة بالنسبة له. احنا مكملين، وأي خدمة مع برنامج واحد من الناس احنا مفيش أي مشكلة خالص، احنا متبنيين. أجمل الفقرات اللي أنا بحبها الحقيقة. وللي بيشوفنا النهاردة الأول مرة بفكروا هذه الفقرة إن حضرتك وحضرتك بتبعتلنا رسالة صوتية على الرقم اللي قدامكم، أو بتبعتلنا خطاب على مدينة الإنتاج الإعلامي برنامج واحد من الناس قناة الحياة، أو بتخشوا على صفحة بتاعة البرنامج واحد من الناس على قناة الحياة وبتكتبوا أمنيتكم، نفسك ونفسك في إيه، وإحنا بنيجي لغاية عندك في البيت نخبط على الباب وبنحاول إن شاء الله إن إحنا نحقق لك حلمك. الأسبوع ده جات لي رسالة صوتية من السيدة صباح عبد السميع من مصر القديمة، كانت لها أمنية ولها رغبة. الحقيقة أنا ما انتظرتش، خدت عربيتي ورحت لها. تعالوا معنا. اسمي صباح عبد السماء تغيان، أرملة، بقالي أكتر بتاع 28 سنة، وكنت بقى بشتغل في البيوت واشتغل عملة نظافة، وبعد كده جاني غضروف وجاني سكر وضغط، فما بقدرش أشتغل أي حاجة عملة تاني بعد كده.
عمري 60 سنة. بعد كده نفسي وأمنية حياتي إن حد يجيب لي مكنة خياطة أسند كده عليها واشتغل عليها عشان أجيب علاجي ومصاريف. ساكنة في عين الصيرة، وقت عين الصيرة، بلوك 105، مصر القديم. بلوك 105 فين ايواء؟ ست صباح عبد السميع كده؟ اهو اهو هنا اهو هنا اهو اهو موجودة؟ السلام عليكم. ست صباح؟ أمر معقولة. أهلا وسهلا يا دكتور. ازيك؟ ازيك يا حبيبي، ربنا يحميك. أخبارك ايه؟ تعال تعال اتفضل. انا مش مصدقه. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا خمسه كده؟ اه يا باشا، ربنا يحميك ويحافظ عليك يا رب. الله يبارك فيك، ربنا يخليك ويحميك. ربنا يخليك ويدل على سلامتك. انت بعتيلي تحت امرك. انا ارمله ومعايا كان 3 عيال علمتهم وجوزتهم وجهزتهم، بنتين وولد. كنت شغاله في الصعيد على مكنه خياطه، فكان عندي امل ان انا اجيب المكنه. بعد ما انا كبرت كده اشتغلت عامله نظافه في الشركات، بعد كده اشتغلت في البيوت. تعبت تعبت، جاني غضروف وجاتني مراره وسكر وضغط، بعد عنك فيكشر المرض. فكان نفسي واملي ربنا يعني يقدر الناس ويجيب حد يجيب لي مكنه، او انا احوش اجيب مكنه. بس من بعد جهاز العيال زي ما انت شايف ظروفي كده ما قدرتش اجيب. عايشه هنا انت ومين؟ انا عايشه هنا واحد. انت داخل تشارك يعني؟ انا ماليش داخله، من بابا الله. ممكن ولد يديني 10 جنيه، ممكن مثلا بنت تجيب لي لقمه. انا ظروفي تعبانه، بس باخد علاج في الشهر ب400 جنيه. تسلمين بيهم منين؟ ولدي جاتني شنطة من برا، جاني كيلو لحمة. ربنا مش بينسى حد، أنا عايشة على بطن الله. أنت نورتني لما جيتني، أنت جيتني كأن ملكت الدنيا. والله أنت جيتني كأن أنا الدنيا كلها ملكتها. ربنا يحميك ويحافظ عليك يا رب ويخلي لك أولادك. نبي ست جميلة كده. ربنا يخليك. يعني دلوقتي لو جبنا مكنة الخياطة دي الأمور تمشي شوية كويس؟ إن شاء الله يخليك يا دكتور. تعملي بيها ايه؟ انا بوضب هدوم هنا للناس، اللي هي تظبط عبايه، نتني بنطلون. في شغل برضو بالعتب اللي هو الملايات دي وفرش السراير وكده، يعني بعرف اشتغل عليه. انا كنت في البلد بفصل هدوم، فطبعا انا عامل الحاجه اللي اقدر عليها، امشي نفسي، اجيب علاجي، اكل لقمه كده يعني. ربنا يقدرك. على ابنك عايش معاكي ولا متجوز؟ لا لا، متجوز في بيته. قاعدة لوحدك؟ أنا قاعدة هنا وحدك. الوحيد ولا عندي غيره؟ لا ما عنديش غيره، بس يعني بيجي يسأل عليا كده ويمشي. ما بي يعني مش بيساعدك؟ لا بيديني يعني مثلا يديني 10 جنيه 20 جنيه، بس هنا في خلفيات بالنسبة للعلاج. أنا باخد علاجات كتيرة، علاج ضغط وعلاج سكر وعلاج مرارة وعلاج غضروف، إن قدرت أجيب ومعدة. أجيب علاج كتير يعني بتاع 400 جنيه في الشهر بس، وربنا يكفيك شر والمرض. كله هيبقى كويس. انت ممكن تيجي معايا مشوار كده سريع؟ ربنا يحفظك. تعالي معايا. تحت امرك يا باشا. ربنا يحفظك. دلوقتي انت كنت طلبتي مكنة خياطة. ربنا يخليك. تعالي يا ستي، ادي مكنة الخياطة. ربنا يخليك يا دكتور، ربنا يخليك. ما احرمناش منك يا دكتور يا رب، تكشر المرض. اللهم صل على النبي. حلوة من وشك زي العسل يا دكتور، ربنا يخليك. لو اكبر ده خير كتير. مش هاجي لك كده ايدي فاضية حبيبي يا دكتور، ده خير كتير. ان شاء الله ما تحرمش منك يا رب، ويحميك ويحافظ عليك يا رب. ما تحرمش. ربنا يجعلها كده خير عليكي ومصدر رزق جميل ليكي، وربنا يرزقك باذن الله خيرها ان شاء الله. ليك ويستر عليك ويحفظك. ممكن ننزل المكنه بعد اذنكم يا رجاله؟ الله يخليك يا رب. ننزل المكنه يلا بعد اذنكم. الف الف شكر. عايز اي حاجه ثانيه؟ ان شاء الله ما تعوزش. ده كده كتير والله. انت علمتيني النهارده حبيبي الرضا. ربنا يخليك. والله العظيم كتير قوي. انا اتعلمت منك النهارده الرضا. بص يا القناعة. ربنا يخليك يا والصبر. دكتور بص يا دكتور، ما احبش اني اديدي، احب اشتغل. انا عندي 60 سنه بس بحاول برضه اعمل اي حاجه. انا نظري ضعيف،
بس برضه بقول لعلندا كده مسكن وأقدم الإبرة، أعمل أي حاجة من العمل عبادة أو نص العبادة الله أعلم. فالشغل حلو أحسن من إن إحنا نمد إيدينا أو نتسول أو الكلام ده، صح ولا غلط؟ طبعاً. لما بشوف ست صغيرة تتسول أزعل منها أوي، أقول لها أنا ست كبيرة وبحب أشتغل. أنا قاعدة بقالي 10 سنين، أنا لحد 50 سنة كنت بمسح بلاط، فده مش عيب عشان أطلع عيالي صح. انت ست محترمه، انت الست المصريه الاصيله. استلمي المكنه بتاعتك، مبروك عليك. خليك يا دكتور. نزلوا المكنه، يلا دي المكنه كانت الست صباح عايزاها. ارجوكم كلمونا وابعتوا لنا رسائلكم على واحد من الناس على قناه الحياه، وان شاء الله نجي لكم لغايه عندكم ونخبط على بيوتكم ونحقق كلهم. يلا واشكركم جدا.